أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة سما، والبداية بالعناوين. في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة، وحدات الجيش العربي السوري تدخل منطقة درعا البلد وتبدأ تثبيت بعض النقاط. من جديد، قناة سما تفتح ملف الدواجن، أسعار الفروج والبيض تحلق عاليا، لماذا وما الحل؟ مع بداية العام الدراسي الجديد، مبادرة ابنك ابني في حمال تأمين المستلزمات المدرسية للطلاب. أهلا بكم من جديد. اعتدت التنظيمات الإرهابية بثلاث قذائف صاروخية على قرية بيت شكوحي بريف اللاذقية الشمالية. وذكر مراسل سما أن إرهابيين يتحصنون في أقصى ريف إدلب الجنوبي الغربي بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية. اعتدوا اليوم بثلاث قذائف صاروخية على قرية بيت شكوحي سقطت في بساتين الزيتون، ما أدى إلى أضرار مادية في أشجارها. وتنتشر في محافظة إدلب وأقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تقوم بالاعتداء المتكرر بالقذائف الصاروخية على المنازل السكنية والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة. دخلت وحدات من الجيش العربي السوري صباح الأربعاء إلى منطقة درعا البلد، وتم رفع العلم الوطني فوق مركز التسوية في حي الأربعين، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة والقاضي بتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش وإخراج الإرهابيين. وكانت حرصت الدولة السورية منذ عدة أسابيع على ترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة درعا وتغليب الحلول السلمية حفاظا على المدنيين ومنع تعريض حياتهم للخطر. وفيما تستمر عمليات تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درعا البلد في إطار تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة، وذلك بعدما كانت المجموعات الإرهابية في حي درعا البلد عطلت عدة مرات تطبيق الاتفاق. ذكر مراسل سما أن وحدات من الجيش دخلت حي درعا البلد وبدأت بتثبيت عدد من النقاط تمهيدا لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثا عن السلاح ومخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة، والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار التي اتخذها الإرهابيون منطلقا لاعتداءاتهم ضد المدنيين ونقاط الجيش على خط الاشتباك باتجاه الأحياء الآمنة، تمهيدا لدخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية إلى الحي. ومع تواصل تنفيذ بنود التسوية في درعا البلد بشكل جيد جنوب البلاد، علمت سما أنه تم تسوية أوضاع أكثر من 400 مطلوبا، بينهم مسلحون ومطلوبون وعسكريون فارون ومتخلفون عن الخدمة العسكرية، ليصبح بذلك إجمالي من تم تسوية أوضاعهم حوالي 850 مطلوبا، في حين بلغ مجمل عدد الأسلحة التي تم تسليمها 120 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة المختلفة.
تحية لكم مشاهدينا، نحييكم من محافظة درعا وتحديدا من أمام قسم شرطة المحطة، وهذا القسم الذي تم اعتماده أيضا كمركز لتسوية الأوضاع بالنسبة لملف درعا البلد. أيضا شهد هذا القسم اليوم استكمال عملية التسوية لمن لم يسوي وضعه من أهالي درعا البلد وطريق السد والمخيم، وشهد هذا القسم أو هذا المركز منذ الصباح حقيقة توافد العشرات من أبناء درعا البلد ومخيم درعا وأيضا طريق السد للقيام بعمليات التسوية في ظل إجراءات مبسطة حقيقة من قبل الجهات الأمنية المتواجدة ضمن هذا المركز، وإجراءات سهلة على الغاية لتسوية الأوضاع سواء بالنسبة للمدنيين أو بالنسبة للعسكريين، أيضا والتوازي مع ذلك عملية تسوية وأيضا عملية تسليم سلاح لكل من هو كان قد حمل السلاح بوقت سابق. هذه العملية مستمرة أيضا، وبطبيعة الحال هناك ضمن هذا القسم هو جانب المدني، وأيضا هنا يعني ضمن هذا القسم الذي يتعلق بالجانب العسكري وما يخص الفارين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عن هذه الخدمة، أيضا تتم هذه الإجراءات هنا ضمن إجراءات مبسطة حقيقة من قبل الجهات المعنية واللجنة المختصة بعملية التسوية لكل من يقوم بتسوية وضعه سواء العسكري الفار والذي يتم منحه أمر طرق قضائي، ويتم إعطاء مهلة 3 أشهر للعسكريين الفارين منذ تاريخ التسوية للالتحاق بقطاعهم ووحداتهم العسكرية، وأيضا المتخلفين عن الخدمة يتم أعطاهم أيضا فترة لمعالجة أوضاعهم التجنيدية، يعني يتم معالجة أوضاعهم أمنيا ومن ثم معالجة أوضاعهم تجنيديا. وسنحاول أن نلتقي عدد من الذين يقومون بتسوية أوضاعهم هنا. يعطيك العافية أخي الكريم. الله يعافيك. شو وضعك وشو رأيك بهالتسوية؟ الحمد لله بفضل الشباب وبفضل الدولة السورية إعادة الأمن لدرعا البلد والمناطق. عملت تسوية اليوم مركز السرايا أني فار من الخدمة العسكرية من 2013، والحمد لله أظن بعمل تسوية وإن شاء الله برجع على وحدتي. كيف شفت الإجراءات؟ في تعقيدات شيء ولا؟ لا 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 أبدا، الحمد لله الشباب متساهلين ومتعاونين معنا الحمد لله. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. إذا هذه هي رسالة من قبل أحد المواطنين كما نلاحظ أو من أحد الفارين من الخدمة العسكرية. أيضا نلتقي أحد الشبان هنا، يعطيك من وين جاي وشو التسوية اللي جاي تعملها هون؟ الوصول التسوية في على يتشابه الأسماء وقالوا تستفيد منها، الحمد لله يعني الأمور جيدة جدا الحمد لله. كيف الإجراءات عم تكون هون؟ في تعقيدات في أمور؟ لا مسهلة الحمد لله، الشباب كويسين ما قصروا. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بالتوازي مع هذا الموضوع أيضا بدأت وحدات الجيش منذ الصباح عملية نشر النقاط ابتداء من محور الممتد باتجاه الجمرك القديم وصولا إلى أحياء درعا البلد. بدأت وحدات من الجيش حقيقة البدء بعملية الانتشار ووضع النقاط تمهيدا لإجراء عمليات التفتيش ضمن أحياء درعا البلد. هذه العملية مستمرة إلى الآن دون أي منغصات، نأمل أن تتم بكل يسر وسهولة، لا سيما أن هناك إصرار من قبل الدولة السورية على عملية استكمال هذا الموضوع وتطبيق هذه البنود بشكل كامل يعني دون أي منغصات في سبيل وبهدف يعني إعادة الأمن والاستقرار لأحياء درعا البلد، ومن ثم الانتقال لاحقا إلى عادة الأهالي الذين هجروا من منازلهم وبلداتهم لاستكمال هذا الملف بشكل كامل. كنت أنا معكم فراس الأحمد من قسم شرطة المحطة مدينة درعا. قناة سما تعيد فتح ملف دواجن من العاصمة وريفها إلى حماة مدينة وريف ومحافظة حمص بعد 10 أيام من فتحه في عدة محافظات. أسعار الفروج والبيض تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسواق السورية، لماذا وما الحل؟ هل من خطة لإنقاذ قطاع الدواجن في سوريا؟ وهل يترك أولو الأمر الدواجن في سوريا تنقرض؟ مع فقدان المواطن تدريجيا القدرة على شراء سلعة الفروج المحلية، من المعني بحماية قطاع الدواجن من الانهيار بشكل كامل نتيجة خروج الكثير من المنشآت عن الخدمة وتوقف عمل المربين نتيجة خسائرهم الكبيرة والمتلاحقة مع الارتفاع الجنوني في تكاليف الإنتاج؟ خرب بيتنا، لا عاد نحسين نجيب مازوت، لا في كهرباء، العلب بالنار، وضع صعب يعني جوز نضطر لا قدر الله نطلع عن الخدمة. قطاع الدواجن عم يتعرض لخسائر كبيرة، بدنا نوقف ما نشتغل لأنه مازوت ما في، فحم ما في، العلب غالي، الأدوية غالية. الدعم اللي عم ناخذه طبعا دعم قليل زي جدا لا يسكر. كبدنا هي 19,000 طير عم يعطونا 300. وضعنا سيء جدا جدا جدا، ما عاد نحسن ربي، مداجننا صار لها واقفة فترة.
تشهد أسعار منتجات الدواجن ارتفاعاً مستمراً في الأسواق نتيجة غلاء كلف الإنتاج وانخفاض المعروض وعدداً من العوامل الأخرى التي تلعب دوراً في تذبذب الأسعار وتقلبها بين يوم وآخر. المنتجات الحيوانية بشكل عام سواء اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء والبيض ومشتقاتهم ومشتقات الألبان وغيرها تخضع إلى أسواق العرض والطلب بشكل عام. زائد ارتفاع تكاليف الإنتاج سببت خروج عدد كبير من صغار مربي الفروج والدواجن والبيض لأنه شقين مختلفين، خرج جزء كبير من المربين عن العمل، سبب ذلك إلى قلة في العرض للمادة في السوق. بالإضافة إلى أن تكاليف هذه الإنتاج هي عالية ستنعكس بشكل مباشر على منتجاتها، والعرض والطلب يحكم هذا السعر، لذلك نرى أن أسعار الفروج تتفاوت بين يوم وآخر. مشكلات كبيرة يعاني منها قطاع الدواجن في محافظة حمص تتفاقم يوميا وتهدد بتوقف عدد كبير من المداجن عن العمل، ما يسبب ارتفاع أسعار منتجات الدجاج أكثر. خسائر كبيرة تهدد قطاع الدواجن في حمص، عشرات المداجن أغلقت بسبب تفاوت الأسعار وارتفاع كلفة الإنتاج. أسعار الأعلاف والتدفئة وارتفاع أسعار الصوص وعدم توفر المقاومات الأساسية هي أبرز مشاكل هذا القطاع. من أكثر من نص الشهر الخامس لمن 10 أيام ونحن عم نبيع الفروج بسعر أقل من الكلفة بألف ليرة سورية. السبب هو غلاء العلف، يعني 80% بيعتمد الفروج إنتاجه على 80% على علف. العلف حقيقة يعني تجاوزت رقم خيالي، يعني اليوم طن العلف 1,300,000. نحن مصلحتنا هلا حاليا أنا بساعة نزرتي 10,000 طير بسبب الخسارات القديمة كلها. هلا أنا عم ربي 2,500 طير هاي الدورة، وطبعا هاي الدورة أنا هلا بس تخلص معي أنا بالجاي. نحن فصل الشتاء يعني بدنا نوقف ما نشتغل لأنه مازوت ما في، فحم ما في، الأعلاف غالي، الأدوية غالي. مربو الدواجن الذين يعملون منذ عشرات السنين يشتكون نتيجة الخسائر التي يتلقوها بين فترة وأخرى، ومن استمر إلى اليوم يقول أنه سيتوقف في الفترة القادمة. نحن نطلب من أول شيء أنه نحن يكون في عندنا نقابي، يعني أو أي شيء تابع لقطاع الدواجن. نحن معنا نقابي، معنا اتحاد، ما لنا تابعين غير لوزارة الزراعة بس بالاسم. يعني أخذنا وعود كتير مثلاً على أساس شكلونا جمعيات لمربي الدواجن، وعملوا اجتماعات بالرابطة وكذا، وإجا سيادة الوزير لحمص وعطاهم تعليمات وكذا وعلى أساس يدعمونا بالمقنن العلفي. بعد فترة منتفاجأ أن المقنن العلفي نحن ما فينا نشتري لأنه بسعر الخاص. يعني أسعار مرتفعة يطالب فيها مربو الدواجن، ولكن في النهاية ستنعكس على المواطن الذي أصبحت لديه القدرة الشرائية ضعيفة وأصبح الطلب على الفروج ضعيف. أزمة الدواجن ما في استقرار بالأسعار، فأحيانا بتكون أرباحها كويسة وأحيانا بتصير خسائر كبيرة للمربين. هي مشكلة دائمة بالدواجن، وطالبنا لأكثر من مرة نحن أنه لما بصير فائض بالسوق تتدخل، يصير تدخل إيجابي من الدولة وتسحب الفائض، ولما بصير شح بالسوق أو قلة ترجع تطرح الفائض هذا مشان نعمل توازن بالأسعار. ونتمنى هالطلب عم يطلبوا هذا تقوم فيه وزارة التجارة الداخلية. محافظة حمص تعتبر من المحافظات الرائدة في مجال قطاع الدواجن، إلا أن هذا القطاع مهدد وأصبح من الضروري إيجاد حلول مهمة وإصدار قرارات تكون في صالح المربي والمواطن الذي لا يحتمل زيادة في الأسعار. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نزيه الرفاعي مدير الزراعة في محافظة حمص. أستاذ نزيه مساء الخير. أهلاً يا هلا. ما هو الدعم المقدم اليوم من قبل مديرية الزراعة في حمص لقطاع الدواجن، وهل يعتبر كافياً في ظل التفاوت الكبير بالأسعار والكلفة العالية التي يتحدث عنها المربون؟ هلا هي المعالجة بشكل عام بالنسبة للأخوة مربين الدواجن كانت هي على مستوى القطر بشكل عام. يعني إجراءات اتخذتها الوزارة هي لدعم كل المربين سواء في محافظة حمص وبقية المحافظات، فكانت هي على المستوى الوطني. فينا نقول لما نحن ألغينا الضريبة، ضريبة الدخل على المنشآت لمدة 5 سنوات لمنشآت الدواجن، هاي كان كتير فيها توفير على الأخوة المربين.
طبعا والغينا الغت الوزاره الحصريه الاستيراد للاعلاف اللي كانت محصوره مؤسسه الاعلاف، سمحت للاخوه المربين وللتجار باستيراد الاعلاف بشكل عام وللدواجن. اضافه للقروض اللي يعني عرضت للمربين بشكل عام، للمربين الدواجن كان في لهم تسهيلات كثير كبيره للقروض لحتى يستمروا بعمليتهم الانتاجيه. احتساب اسعار الطاقه الكهربائيه اللي بتستجرها المداجن اخوه المربين المداجن على الاسعار بتعرفي اللي بتاخذها الاسعار الزراعيه كمنتج زراعي. طبعا هاي بدل ما تكون صناعي واسعارها مرتفعه او تجاريه. كثير امور احنا قدمنا لهم دعم فيها بشكل عام، حتى الاشراف، الاشراف من الاطباء او المهندسين على المنشات الدواجن كانت لسنه حتى نوفر عليهم جهد، عملناها لسنتين. اضافه الى توزيع المقننات العلفيه بشكل دوري. هلا عندنا في دوره علفيه من الذره، كان في عندنا توزيع بالسنوات الماضيه للفحم الحجري خلال ايام الشتاء، فكل شيء متاح نحن ضمن الوزاره بدعم مع بقيه الوزارات. ما وفرت جهد وزاره الزراعه ولا وزاره الزراعه الا وقدمته لاخوي مربين الدواجن. ولكن استاذ نازيه، هناك ازمه حاليا اليوم وهي ارتفاع اسعار الاعلاف، ما هو الحل برايك؟ حاليا في مقنن على دعم وحسب المتوفر. طبعا وجهت وزاره الزراعه شو مجال الزراعه التكثيفيه مع الاخوه المزارعين لحتى نزرع فيها سواء من فول الصويا او الذره الصفراء، نحن شو في مساحات كانت ممكن احنا نزرعها كمان نحن ما يعني نفذتها وزاره الزراعه لحتى تكون هي داعمه لهالموضوع، اضافه لموضوع انه السماح بالاستيراد بشكل عام. طيب نزيه الرفاعي، ايوه تفضل. وزاره التجاره الداخليه طبعا حكوا الاخوه المربين، سوري التجاره كمان استلمت منهم الفروج، يعني ضمن استطاعتها هي سواء من الفروج للبيض كمان ساهمت هي باستلام المنتجات سواء للفروج او للبيض من الاخوه المربين. نعم. نزيه الرفاعي مدير الزراعه في محافظه حمص، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. في ظل تعرض قطاع الدواجن في مدينة حماة للضرر بسبب غلاء تكاليف التربية والإنتاج، فإن الأمور تنذر بزوال هذا القطاع. وضعنا سيء جدا جدا جدا، ما عاد نحسن ربي، مداجننا صار لها واقفة فترة، ما عم نحسن نأتي بأي شيء. الفترة الماضية كان في خسارات كبيرة بالمليارات من حيث المربين الأمهات أو مربين الفروج. التكلفة عم توصل احيانا ل 5000. نقص مستلزمات الانتاج وارتفاع اسعار المحروقات والاعلاف والادوية البيطرية وغياب الدعم الحكومي عوامل تهدد مربي الدواجن في محافظة حماة التي شهدت تراجعا في الانتاج هذا العام وخروج عدد من المداجن عن العمل. لا في مازوت، لا في كهرباء، لا في اي شيء. لا قلنا حل زكاة عمركم. المطلوب حل. مطلوب مازوت. المطلوب كهرباء، المطلوب العلف يرخصون اياه. حوقات والمازوت للمداجن عم يعطونا مثلا بالزراعه لكل مجني 100 لتر بالشهر. اي مجني اصغر مجني اليوم بده 4000 لتر، عم نضطر نشتري ب 3000 كل لتر ب 3000. يعني عم بوقف كل مجني بدات مصروف بيجي 12 13 مليون هي بس محوقات مازوت بالشهر. موضوع الكهرباء، نحن بال 24 ساعه تقريبا ما تجينا ساعتين، والساعتين فيها عم تنقطع ثلاث اربع مرات. يعني مازوت ما في، نحن إن مخصصات مازوت شهريا، فنحن من سنة جتنا مرتين بالسنة، جانا مخصصات على شهرين وبعد منه ما عاد شفنا المازوت. مطالب المربين تركزت بتأمين مادة المازوت بكميات تكفي الاحتياجات والنظر بالأسعار بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة ودعم الأعلاف المخصصة لهم وتأمين الفحم الحجري قبيل حلول فصل الشتاء. غلاء الأدوية، غلاء الأعلاف، مادة الفحم غير موجودة نهائيا، سوف تؤثر لاحقا على المصنع وتسبب عبء وتسبب ارتفاع، بتكون السبب رئيسي في ارتفاع مادة اللحم والبيض. أول شغلة العلف، وثانيا شغلة المازوت، وثالث شغلة طلب على السوس، يعني ما في زيادة، ورابعا يعني انخفاض صار السوس، يعني بيعان منتجين كثير كثير من هالمواضيع هاي. يعني المقنن العلفي لا يكفي، يجب تثبيت اسعار الفروج والبيض بما يتناسب مع المربي والمستهلك للاستمرار في التربيه.
قطاع الدواجن كالعديد من القطاعات الإنتاجية تأثرت بظروف الحرب وتحتاج النظر بالدعم الحكومي المقدم لها لضمان استمراريتها. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عمر سودين رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة حماة. مساء الخير أستاذ عمر. مساء النور، أهلا إليك ولجميع الأخوة المستمعين والمشاهدين. هل واقع المداجن بالنسبة لك مرضي؟ حقيقة غير مرضي أبدا، ولكن نسعى إن شاء الله ونطمح ليكون أحسن بإذن الله. طيب، هل حضرتكم المعنيون قدمتم الدعم الكافي للمربي ليستطيع الاستمرار في عمله من أجله ومن أجل تحقيق اكتفاء ذاتي؟ يا سيدتي، نحن كقطاع خدمي في مديرية الزراعة وتابعين لوزارة الزراعة كدائرة إنتاج حيواني نسعى وبكل جهد والله على ما أقول شهيد لتحسين واقع المداجن والفروج والبياض وجميع الأنواع. نحن يا سيدتي كقطاع خدمي نعمل مع جميع الأطراف من مؤسسة الأعلاف والمؤسسة ومديرية مصفاة حمص لتأمين الفحم الحجري. احنا على أبواب الشتاء وأنا على تماس مباشر مع الأخوة المربين وكل طلباتهم هي تأمين مادة الفحم. بالوقت الحالي لحد الآن ما إجانا أي شيء مشان موضوع الفحم. السنة الماضية وزعنا تقريبا 2354 طن لحماة، هي كلياتها من كمية 12000 طن موزعة لكل سوريا، لا تكفي لحاجة 5% من المداجن، ولكن حسب الكمية المتوفرة نتأمل من الله إن شاء الله أن يكون في عندنا كميات وافرة، وبمجرد ما يكون عندنا الكميات نطلع نكشف للمداجن العاملة، وإذا إن شاء الله توفرت بدنا نعطيهم فحم. بالنسبة لموضوع الفحم، أما بالنسبة لموضوع المحروقات والمازوت، طبعا أنت بتعرفي شو وضع البلد ووضع الاستيراد والحصار. طبعا إحنا ما لنا مفصولين عن الواقع أبدا، إحنا شو بتجيني إمكانيات للمحروقات للمداجن من نقدر نوفر بالكمية يعني الكمية اللي بيعطونا إياها لجنة المحروقات. كلياتنا إحنا بحماة لجنة متكاملة، موضوع المحروقات، الزراعة، القطاع الخدمي، قطاع المواصلات كلياته وقطاع الزراعة ومنها المداجن جزء من هذا القطاع الخدمي اللي نقدر نخدم فيه المداجن. أنا بقول لك ولحد الآن ما وزعنا غير مرتين مازوت تدفئة. طبعا بالصيف ما في تدفئة للمحروقات، هي حصرة المحروقات تشغيل باعتبار أنه الكهرباء قليلة وما في شايفي وضع الكهرباء على كل البلد. احنا بنسعى ان شاء الله نزيد هالكمية بحيث انه اذا توفرت بين ايدينا الكميات والطلبات تجينا نوفرها لكل الدنيا. طيب، لدينا مشكلة هي تذبذب اسعار الفروج نتيجة ارتفاع سعر العلف، هل قدمتم دراسة للمحافظة على الاسعار او لتكون الاسعار المطروحة مرضية للمواطن وللمربي؟ طبعا هالشيء هذا عم يتحكم فيه كثير شغلات، منها غلاء اسعار الاعلاف، غلاء اسعار الادويه، عزوف كثير من الاخوه من المربين على التربيه نتيجه الخسائر. هلا احنا كقطاع بنحاول انه نقدم خدمات بحيث انه يعني نشيل عن جزء من المسؤوليه عن نفسنا انه بقدر المستطاع. الاعلاف تعرف موضوع الاعلاف سعر عالي، عم يرتفع السعر كل يوم تتابع وكل فتره عم يتغير سعر الاعلاف، مو من عندنا هذا الشيء، هذا بيرتفع السعر بشكل عالمي، ولكن احنا مو لجنه تحديد اسعار، انت بتعرف شلون موضوع الاسعار شلون عم ترتفع واحنا ما لنا سلطه على الموضوع، ولكن احنا بنقدر نخفف من هالوطا انه مثلا نوزع مقنن علفي بحيث انه نخفف من هالاعباء هي على الاخوه المربين. الفتره الحاليه عم نوزع 1000 غرام ذره و200 غرام فول صويا، كسيه فول صويا للاخوه المربين بحيث انه بكون باسعار مدعومه حسب اسعار مؤسسه العامه للاعلاف. نعم، السيد عمر سودين رئيس دائره الانتاج الحيواني في مديريه زراعه حماه كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. واقع قطاع الدواجن في ريف حماة من جديد مع استمرار الصعوبات التي تهدده، قطاع الدواجن مهدد بالزوال.
عدد كبير من المداجن في ريف محافظة حماة مهدد بالإغلاق التام، والسبب على لسان مربي الدواجن قلة الدعم الحكومي المتمثلة بعدم توفر الكهرباء لفترات كافية وارتفاع سعر المازوت غير المدعوم في ظل قلة الكميات المدعومة الموزعة للمداجن، علاوة على ما يتعلق بالأعلاف والأدوية والفحم الحجري. من 3 شهور لليوم زايد طول العلف 25% ككلفة علينا احنا كمربيين. والدرجة الثانية عندنا المحروقات عم تلعب دور كثير كبير، خاصة اليوم بالقطاع الكهرباء الطويل، يعني عم ندور الديزل 20 ساعة باليوم، عم نشتري في المازوت ب 3500 ليرة. والدعم اللي عم ناخذه طبعا دعم قليل جدا لا يذكر، يعني 300 لتر عطونا الدورة الماضية. أنا كمجني بدي أقل شيء ما بين 1000 ل 3000 لتر حسب المجني. 300 لتر شو بدي أعمل اليوم؟ عم نشتري برميل مازوت ب 700000. في صعوبات كثير والله صراحة. يعني في صعوبة من الدعم المادي للمنتجين، في كفرق أسعار طلوع بنزول، يعني ما في شيء عم يتناسب مع العرض والطلب مع المستحقات المربي. الأدوية عم نجيبها بس بارتفاع يعني مو طبيعي خالص، يعني ما في حد عم يدعم المزارع المربي بالأدوية. الألفة يعني غالي كثير، المحروقات شبه عدم، يعني يعني بيعطونا شيء لا يذكر، يعني مثل كمدجنة هاي 19,000 طير بيعطونا 300، وهاي بده بالشهر حوالي 3,000. محروقه تافي وكهرباء ما في، فحم حجري ما في، شيء مرعب. يعني هالشيء عم بيعكس على سعر الفروج عم يرتفع، والمواطن يعني ما بات الفروج مادة كمالية على موائد السوريين، وشكى المربون قلة الدعم، وبررت الجهات الحكومية المعنية بضعف الإمكانات، ونقل الإعلام مشكلات هذا القطاع، والقديم يعاد ولا جديد يذكر. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف فاضل درويش، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة حماة. أستاذ فاضل مساء الخير. نعم. لماذا لا يتم دعم المربين من مواد علفية للدواجن ومحروقات وأدوية وتكون أسعارها مدروسة وكل ما يلزم لعودة الإنتاج والحد من ارتفاع سعر الدجاج والبيض التي أتت بسبب ارتفاع التكلفة؟ والله إذا بدي أحكي وجداني، يعني الحقيقة الدعم قليل. نعم الدعم قليل من ناحية المحروقات من ناحية الدجاج. ما هي الحلول برأيكم أستاذ فاضل؟ والله الحلول يعني ما بعرف، بدأ دعم أكثر، يعني بمحافظة حماة مثلا عندنا يعني عدد المداجن ضمن عندنا زراعتين، احنا زراعة حماة وزراعة الهاض. عندنا ضمن زراعة حماة في عندنا 242 مجن، 760 وحدة عاملة. نحن أعطيناهم الشهر الماضي أو شهر إيار وشهر حزيران كل مجني أعطيناها 100 لتر مازوت، يعني الدعم قليل، يعني تقريبا هيك. المفاقس أعطيناهم أكثر 2000 لتر. طيب قطاع الدواجن مهدد بالزوال، أليس هناك من حلول؟ كيف؟ قطاع الدواجن مهدد بالزوال مع ارتفاع، يعني المشكلة ليست فقط مازوت أو كهرباء، أيضا هناك ارتفاع في أسعار العلف. صحيح ارتفاع بأسعار العلف واللقاح كمان والأدوية. نعم ما شايف سعر الفروج صار عالي كثير، ما بتوفر معهم، يعني الحقيقة صعب، في صعوبة، يعني بدها الحكومة التفات تلتفت لهذا الجانب. يعني تمام استاذ فاضل درويش، عندي كثير انا بحماه، يعني الحقيقه عم نعطيهم ضمن الامكانيه ضمن المتاح، يعني لكن اذا بدنا نحكي وجداننا ترى ما هو كافي. نعم نامل ان تكون هناك حلول، لان قطاع الدواجن قطاع مهم جدا وهو مهدد بالانقراض. طبعا أستاذ فاضل درويش عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة حماة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. عقد مجلس محافظة دمشق جلسته الرابعة والأخيرة من دورته العادية الخامسة للعام 2021
برئاسة خالد الحرح رئيس المجلس. تضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة طروحات أعضاء المجلس فيما يتعلق بالقضايا الخدمية والمعيشية والصحية التي تمس المواطن. في موضوع الأدوية، هناك بعض الأدوية أصبحت مفقودة مثل المميعات، الضغط السكري. طالب السادة الزملاء بتوفير هذه الأدوية، أن تكون هذه الأدوية موفرة بالنسبة لجميع المواطنين وبالسعر المطلوب. أيضا بموضوع الغاز المنزلي، طالب السادة الأعضاء أن تخفض مدة استلام جرة الغاز حيث تجاوزت 100 يوم. المجلس هو على تماس مع الأخوة المواطنين وفق قانون الإدارة المحلية، يطرح الخطط دائما ويضع الحلول. حاليا أصدرنا هلأ المخطط التنظيمي للمنطقة، المرحلة الثانية اللي هو القابون السكني وجوبر وجزء صغير من برزة، يعني نطاق صغير من برزة وجزء صغير كمان من الناحية المتحلق اللي بيطلع على عين درما. فلذلك هيك اسمه هلا هذا المخطط انتهت دراسته كاملة ونعرض على مجلس المحافظة لإعلانه. نحن أعطيناهم مهلة للمعتمدين جميعا خلال 10 أيام، اللي ما بيلتزم بالصندوق نحن ما رح نسلمه الخبز نهائيا. فهلا عم نحاول هذا الموضوع، هذا الشيء طبعا موضوع النقل بيحسن الجودة. بالنسبة لموضوع الإصلاحات وموضوع تحسين جودة الخبز، نحن عندنا دائما الخطط موجودة، كل فترة عم نحسن، عم نعمل أعمال مدنية وفنية لبعض المخابز. من خلال المراقبين الموجودين عندها بتقوم بالرقابة على كل الأسواق الموجودة بمدينة دمشق لمراقبة سلامة الغذاء، بمعنى نحن بنشوف في مواد منتهية صلاحية، في مواد فاسدة، نظافة المحل، في قزارة، في حشرات، في قوارض، كله هذا بيتم مراقبته لحتى نقدر نحن نخلي الأخ المواطن يعني يتناول هذا الغذاء وهو آمن ومطمئن من سلامة الغذاء. تناولنا موضوع له علاقة بتوزيع المازوت، 50 لتر بآلية تسهيل أو العمل على آلية تسهيل هذا الموضوع لحتى جميع المواطنين يحصلوا عليه قبل الدخول لفصل الشتاء. في رقم لساتكوب المحروقات تتواصل عن طريق ال 147 استلامات بيعطونيها، ممكن يدق ونعاقب الشوفير اللي بده ياخده لمنطقة بعيدة. بس كمان مو معقول كل شوفير يدور على كل الدخلات مشان 50 لتر. فأقرب قرنة هن يتجمعوا الأهالي بياخدوها. بالنسبة للتدخل الإيجابي للسورية التجارية إن شاء الله الأمور للأحسن. تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد انطلقت مبادرة ابنك ابني في مدرسة الشهيد طالب فندي، وذلك بالتعاون بين إدارة المدرسة والمعلمات بهدف مساعدة الأهالي وتخفيف العبء المادي عنهم من خلال تأمين المستلزمات المدرسية. لتخفيف العبء عن أهالي الطلاب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، أطلقت مبادرة لتأمين المستلزمات المدرسية في مدرسة الشهيد طالب فندي بريف حماة. صفتنا أمهات قبل أن نكون معلمات بأن نستغني عن الفائض من حاجات أطفالنا كلباس مدرسي أو حقيبة أو حتى دفتر لمن يحتاج إليه ولو كانت بنسب قليلة، لأن القليل أفضل من الحرمان. وقد تمت الاستفادة أكثر من 150 عائلة من هذه المبادرة. طبعا هاي المبادرة بتجي كتطبيق لمبدأ التكافل الاجتماعي يلي المقصد فيه تبادل العطاء ما بين الناس، تعزيز المحبة، وخاصة في ظل ظروف مرت على سوريا عمرها أكثر من 10 سنين. يعني هاي الحرب كان لها انعكاساتها على كل مجالات وخاصة الوضع الاقتصادي، فصار كل حدا فينا مضطر يكون جندي بمكانه. أكثر من 150 عائلة استفادت من هذه المبادرة التي لاقت تشجيعا كبيرا على أوسع نطاق من أصحاب الأيادي البيضاء الذين قدموا مساعدات سواء من المتواجدين داخل البلدة أو من المغتربين خارجها. من خلال إحساسنا بوضع بلدنا والصعوبات اللي يتعايشها كل مواطن من عنا، بادرنا بمساهمة بنقدر نقدمه أي حاجة من حاجيات أطفالنا اللي بتزرع إلو البسمة، سواء قلم، محفظة، حقيبة. درجت هذه المبادرة تحت عنوان تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي تعزيزا لأواصر المحبة، خاصة في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها أغلب العائلات السورية وخصوصا ذوي الدخل المحدود. النشرة انتهت، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.